الله من بداية الموسم، وقطاع البراعم ما شاء الله يعني شغالين كويس، من أول فرق 2005 لغاية فرق 2009، والخمس فرق دول ما شاء الله محققين نتائج طيبة، ومعظم الفرق يعني ماشيين أول في البطولة اللي هم كل فرقة بتلعب فيها يعني. بالنسبة للولاد ما شاء الله يعني القطاع البراعم مبشر بالخير، ان في نواة للفريق الاول، في لعيبة ما شاء الله لعيبة مميزة، طبعا هم يعني لسه برضو صغيرين قوي يعني، بس هم في ناس ما شاء الله مبشرة ان هم يكملوا ويستمروا يعني، وبنحاول ان احنا نطور اداء الولاد في الملعب، وبنحاول ان احنا كل ولد يبقى عارف واجبات مركزه ايه، والحمد لله ان شاء الله بخير يعني باذن الله. والله هو في السن دوت سن البراعم يعني، احنا رقم واحد بنبص المهارة، رقم اتنين بنبص الناحية البدنية، الناحية الجسمانية، القوة، السرعات يعني. الولد دلوقتي بقى الكرة كلها بقت كده يعني، بقت سرعات، الفرقة اللي بيبقى عندها سرعات هي اللي بتقدر مثلا تتحول من الدفاع للهجوم، هي اللي بتقدر تتحول لما بيبقوا بيهاجموا بالارتداد السريع. فانا عن نفسي يعني ببص دايما للولد، حتة المهارة دي بتبقى رقم واحد عندي بالنسبة للسن الصغير، بعد المهارة السرعة، بعد السرعة لو القوة الجسمانية كمان يبقى مميز بيها، دي تبقى حاجة كويسة. طبعا كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين يعني، أو يعني بينزلنا الملعب كتير وبيبص على الولاد، ولو في ملاحظات لو في سلبيات احنا بنقولها له، هو بيحاول يحلها لنا، لو في ايجابيات بيحاول يزودها لنا. بالنسبة لكابتن تامر حفني طبعا هو مسؤول عن 2007 و2008 و2009 و2010 في البراعم. بالنسبة لنا 2008 كابتن تامر الفرقة دي مش غريبة عليه ما شاء الله، وبقاله 4-5 سنين ماسك قطاع البراعم، فهو حافظ الفرقة دي كويس، فهو حتى من وقت ما أنا جيت ومسكت هو بيساعدني، يقول للولد ده هيبقى كويس، الولد ده اديله دلوقتي، الولد ده استنى عليه شوية. فأنا ما بعملش أي حاجة طبعا إلا لما برجع لكابتن تامر، هو رئيس قطاع البراعم يعني بالنسبة لفريق 2008، وأنا بالنسبة لي يعني مدير الفني لـ 2008، فأنا وهو بنكمل بعض، لو أنا في حاجة شايفها أنا بقولها له، لو هو في حاجة شايفها بيقولها لي، فبنقدر نتعاون مع بعض يعني، وبننسق مع بعض بحيث إن الولاد يستفادوا من خبرات كابتن تامر ومن خبراتي، والحمد لله الدنيا ماشية كويس، مفيش أي مشاكل ولا أي سلبيات، والحمد لله يعني الدنيا ماشية بخير يعني الحمد لله. أنا اسمي ياسر، لاعب النادي الأهلي، مواليد 2008، بلعب باكرات. انا كنت بادئ في الاكاديميه وكابتن تامر صعدني الاكاديميه للقطاع، اللي احنا نلعب بروح وانتماء ونلعب دايما على المركز الاول وما بنخسرش، دايما نكسب. انا بلال محمد عطيه، بلعب فريق النادي الاهلي، مواليد 2008 ومركز مهاجم. انا جيت الاهلي عن طريق الاختبارات في النادي هنا. انا اتعلمت في الاهلي الالتزام، وهدفنا على طول ان احنا نكسب. انا زياد محمد ايوب، لاعب الاهلي، مواليد 2008، مركزي مهاجم. انا جيت الاهلي عن طريق اكاديميه الشيخ زايد، كابتن تامر حفني راح هناك شافني واختارني. انا اسمي سيف الدين زكريا، وشهرتي توك توك 2008، بلعب مركزي هاف يمين، نفسي ابقى زي ابو تريكه. قال له انا بحبك، نفسي اطلع زيك ان شاء الله.